بداية نبارك لكم مولد منقذ البشرية الإمام مهدي عليه السلام. طبعا كان مجالي في تسليك التمويلات الكهربائية منذ الصغر من ذلك مرحوم الوالد، كنا وياه وتعلمنا وأخذنا منه الخبرة، ظلينا مستمرين في هاي الشغلة إلى هالوقت لحد الحين. أخذنا الخبرة واستعملناها ودخلنا في مجال التمديدات. طبعا أهمية المجال الكهربائي احتياجاتي إلى هالوقت، طبعا معظم من الأمور طوارئ، احنا اتصال على طول. طبعا تكريم في هالمكان في هالوضع، فرحة ان موجودين في المولد، تكون خصوصا في مولد الإمام المهدي وفي يوم العمال، يكون مناسبة جميلة إلي.